تهميش الشخصية أو الشخصة. في نظري عنوان المجموعة نادي الكفاط. التفات جميلة من الأصدقاء في ملتقى ميسان الثقافي بعمل هذه الأمسية الاحتفالية بمجموعة القصصية نادي الحفات، وهذه المجموعة تكاد تكون مفارقة في مسيرة السردية، وذلك لفوزها بجائزة طيب صالح العالمية للإبداع الكتابي. في هذه الأمسية ستقرأ عدد من الدراسات النقدية لمختلف النقاد العراقيين. أمسية رائعة ومهمة لملتقى الإبداع الثقافي في محافظة ميسان باستضافة نخلة من نخيل العراق الثقافية الشامخة، ألا وهو السيناريست القاص ضاري الغضبان. وهذا اليوم الاحتفاء به بمناسبة أو صدور مجموعته أو فوز مجموعته نادي الحفات بجائزة الطيب العالمية. شكرنا وتقديرنا لكل المساهمين. يحتفي اليوم ملتقى ميسان الثقافي بالأستاذ ضاري الغضبان ومجموعته القصصية نادي الحفات. والأستاذ ضاري الغضبان قاص مبدع من محافظة ميسان، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح، هو خصوصا وملتقى ميسان الثقافي عموما. أمسية ثقافية في المحافظة، ولكن الأجمل والأرقى والأبدع أن نحتفي بقاص وهو القاص السيناريست الأستاذ ضاري الغضبان الفائز بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتاب القصصي للعام 2021 بمجموعته القصصية القصيرة نادي الحفات. هذه المجموعة التي تستحق منا في محافظة ميسان أن نقيم لها دراسات نقدية عديدة. أصدقائي الثقافيين